السلام عليكم يا سنافري الصغار الحلوين، معكم المعلمة زهراء حسن بدرس جديد من دروس قراءتي للصف الثالث الابتدائي. نشاهد في هذه الصورة أسد غضبان مع فأرة صغيرة خائفة، ونشاهد أيضا أسد ملك الغابة يقع في شبكة الصياد، وتحاول فأرة صغيرة أن تخلصه من هذه الشبكة. فلنقرأ الدرس ونتعرف عن قصتنا لهذا اليوم. درسنا اليوم هو الفأرة الصغيرة والأسد. يلا سنافري الحلوين، كنا أريد عيوننا على الشاشة حتى تشوفون الكلمات، وإذا ما تقدرون تشوفون على الشاشة يلا عيوننا بكتب القراءة وتتبعون القراءة وياي. الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة وصح الأسد غضبان وزأر زئيرا مخيفا، فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وصاح: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لا بد من قتلك. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيدي الأسد. قال الأسد: لا لا أسامحك، سأقتلك. قالت الفأرة: اتركني يا سيدي، فقد أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال: كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسداً قوياً مثلي؟ لكني سأعفو عنك هذه المرة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة صياد وحاول أن يخرج منها، ولكنه لم يقدر. زأر الأسد بأعلى صوته ونادى: النجدة النجدة، خلصوني من شبكة الصياد. سمع زئير الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر. وركض الذئب نحو الأسد وحاول أن يخلصه لكنه لم يقدر. سمعت الفأرة زئير الأسد فركضت نحوه ورأته في الشبكة، فقالت له: لا تخف، سأخلصك من هذه الشبكة. قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. فرح الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك شكرا لك، أنت خلصتني من الموت. والآن حبايبي سنافري الصغار، نقرأ الدرس قراءة صامتة. سانسي، نعم حبيبي،
بعد انه شمس درس ويخلص الكتاب. أنا درس واحد. يلا حبايبي شنو؟ كنا ألعاب مسلية. يلا ماما هسه أريدكم تقرون الدرس قراءة صامتة، لأن كلكم راح تشاركون بالقراءة. طبعا أنا كلكم دا أتابعكم بالكاميرا ماما، عافية بالأبطال، ممتاز يا حلوين، بس أكو طلاب ما فاتحين الكاميرا. يلا عيني كنا نفتحها للكاميرا دا أشوفكم. نفسي خلصت. في البطلة ننتظر زملائك ماما. نفسي خلصت. نفسي خلصت. بالأبطال الحلوين. هنا دا ثاني يتكلم. خلصت. نعم نفسي حبايبي. خلصت. عفية بالأبطال. هنا دا يتكلم لنا عن فأرة صغيرة بيوم كانت تعيش بالغابة. بيوم من الأيام شافت الشمس طالعة والجو لطيف وجميل، فقالت أنا اليوم راح ألعب طول اليوم وأتونس وأتمتع بهذا الجو الرائع. فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد، قامت تلعب ويا الفراشة. الفراشة طارت والأسد صحى غضبان، قال لها شلون أنتي تقفزين على وجهي وأنا نائم، لابد من قتلك. الفأرة خافت من الأسد وقالت له سامحني يا سيدي الأسد. الأسد قالها لا أنا ما أسامحك لأن أنتي أيقظتيني من النوم. فقالت له يجوز أني أنفعك بالمستقبل إذا أنت هسه سامحتني وتركتني. فضحك الأسد وقال شلون أني أسد وقوي، أني ملك الغابة، شلون تنفعني فأرة صغيرة مثلك؟ فبس أني رغم هذا راح أعفو عنك هذه المرة. بأحد الأيام وقع الأسد في شبكة صياد، حاول الفيل يساعده لم يقدر، حاول الذئب يساعده أيضا لم يقدر. جت عليه الفأرة الصغيرة قالت له لا تخف أيها الأسد، أنا راح أساعدك وأنقذك من هذه الشبكة مال الصياد. جت علي الفأرة الصغيرة وقامت تقرض شبكة الصياد وقدرت تخلص الأسد من هذه الشبكة. الأسد طبعا شكرها وقالها شكرا لك، أنت خلصتني من الموت. ولهنا حبايبي تحدث لنا درسنا شلون انه المسامحة، مثلا انت من تسامح احد لابد انه في يوم من تخطأ يسامحوك، وايضا لازم انت من تساعد الغير. تتوقع انه في يوم من الايام اذا وقعت في مشكلة او صادفك في شيء وتطلب المساعدة، فراح تجد من يساعدك ويقدم لك يد العون، لأن أنت دائما تساعد الآخرين. الآن حبايبي الحلوين راح أقومكم تقرؤوا لي الدرس. طبعا أكو أكثر من مرة أقول لكم أطلقوا المايكات وأنتم دا تفتحوها ماما. ليش إحنا بالصف نقدر نحكي من مكاننا؟ لو نستأذن يلا نحكي. تاسي نعم عن مكات الدرس حبيبي، مو هسه تكتبه، تقدر ورا ما يخلص الدرس تكتبه ماما. هسه راح نقرا للدرس وراح تشاركون بي. نعم ميان حبيبتي. يوم احنا درس جديد؟ لا حبيبتي، اليوم راح نكمل الفأرة الصغيرة والأسد، راح تقروا إن شاء الله وراح أنتوا تحلون التدريبات.
يلا حبايبي أطلب من الآن، يلا كن عيني على الشاشة أو بكتاب القراءة ونتبع قراءة زملائنا. يلا حبايبي، زهراء زهراء لؤي، ابدأي قراءة الدرس حبيبتي. كل عام وانت بخير سانسي. انت بخير حبيبتي زوزاية. يلا عيني ابدأي قراءة الدرس. الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قال: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سأرحلني. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعى مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، وشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها وطارت الفراشة، وصاح الأسد غضبان وزأر زئيرا مخيفا. فخافت الفأرة وارتعشت. ممتاز يا زهراء، بارك الله بيك يا شطورة. زوزاية حبيبتي، زئيرا شنو نوع التنوين عندنا بهاي الكلمة؟ تنوين الفتح. أحسنتي يا بطلة. علي جنكيز، يلا علاوي. عم سانسي. يلا حبيبي أكمل القراءة. نظرت الفأرة وصاحبت على وجهي والنائم، لابد من قتلك. يلا حبيبي أكمل. بكت الفأرة وقال: سامحني يا سيدي الأسد. قال الأسد: لا 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 أسامحك، سأقتلك. قال الفأرة: اتركني يا سيدي، قد فقد أنفعك المستقبل. ضحك الأسد ثم قال: كيف تستطيع فأرة صغيرة أن تدفع القوية مثلي؟ لكنني سأعرف أنت هذه المرة. أحسنت يا بطل علاوي، بارك الله بك. يلا ميان. يلا حبيبتي ميان أكملي القراءة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة الصياد، وحاول أن يخرج منها ولكنه لم يقدر. صار الأسد بأعلى صوته ونادى: النجدة النجدة، خلصوني من شبكة الصياد. سمع الفيل وركض وقالت له: لا تخف، سأخلصك من شبكتي. قربت الفأرة الحبل بأسنانها وقطعتها. فرح الأسد وقرب من شبكتي ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك، أنت خلصتيني من الموت. شكرا. سانسي ماكو صوت. عافية حبيبتي، بارك الله بيك، شكرا لقراءتك الرائعة. شكرا. الآن حبايبي يلا شمس علي. مرحبا حبيبتي شموسة. الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. فقفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة، وصاح الأسد غضبان وزأر زئيرا مخيفا. قامت الفأرة وارتعشت.
أحسنتي أحسنتي يا شموسة، بارك الله بيك يا وردة، علي توفيق. شكراً إليك شموسة، علي توفيق. نعم سيرتك. يلا حبيبي علاوي أكمل القراءة. نظرة نظرة الأسد إلى الفأرة وصح كيف تغفي على وجهي وأنا نائم، لابد من قتلك. أحسنت يا بطل، أكمل. بكت الفأرة فقالت سامحني يا سيد الأسد. قال الأسد لابد منك سامحك. قالت الفأرة لابد من لا أسامحك سيد لا أسامحك، سوف أقتلك. سأقتلك. أحسنت يا علي، شكرا لك يا وردة. محمد أحمد، كلامك بخير سمتك. أنت بألف خير حبيبي علاوي. يلا حبيبي حمودي أكمل القراءة. شكرا لك علاوي. قالت الفأرة اتركني يا سيدي فقط أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسد قوية مثلك، لكني سأعفو عنك هذه المرة. شكرا يا حمودي، بارك الله بك يا بطل. رتاج، شكرا لك يا وردة. رتاج يلا رتوجة. تسمعيني حبيبي رتاج؟ وقعت في شركة سيارة وحاولت التحرر منها ولكنه لم يقدر. زق بئر الأسد بأعلى صوته ونادى النجدة النجدة خلصوني من شبكة السيارات. سمع الفيل زئير الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر. وركض الذئب نحو الأسد أحسنتي يا رتوجة، بارك الله بيك يا وردة. ممتاز. يسار يلا يا سوري. كل عام وانت بخير. وانتي بألف خير حبيبتي رتوجة. ممتاز يا بطلة على القراءة الرائعة. يلا يا سوري. يسار. نعم سانسي. يلا حبيبي يا سوري أكمل القراءة. سمعت الفأرة زئير الأسد فركضت نحوه ورأت في الشبكة. قالت له لا تخف سأخلصك من هذه الشبكة. قررت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها قطعتها. فرح الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها شكرا لك أنت خلصتني من الموت. ممتاز يا يسوري، بارك الله بك. أحسنت. درار زياد، يلا درار حبيبتي. شكرا لك حبيبي المتميز. يلا درار. السلام عليكم سانسي. وعليكم السلام يا حلوة. الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد، وقفزت الفأرة لتلاعبها. ممتاز يا بطلة يا شطورة. أحسنت يا وردة. علي باقر، ممتاز يا درر. علي باقر سنتين لما خلص من الباص
اي نعم. علي باقر. خمسة صفر. يلا حبيبي علاوي اكمل القراءة. فقفز الفارة تلاعبها فطارت الفراشة، وصاح الأسد غضبان غضبان وزعرت إيهان خفن الفأرة وارتعشت. نعم. طغى الأسد إلى الفأرة وصاح، كيف تقفزي على وجهي وأنا نائم؟ لابد وأنا نائم. نائم شنو نوع التنوين هنا يا علاوي؟ تنوين الضم. تنوين الضم، أحسنت يا علاوي بارك الله بك. فاطمة علاء يلا فطومتي. فاطمة سنان تسمعني؟ سنان سنان السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام حبيبي سنان. يلا حبيبي اكمل القراءة. وقال سامحني يا سيد الأسد. قال الأسد لا لا أسامحك سأقتلك. قالت الفأرة اتركني يا سيدي فقد أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسدا قويا مثلي، لكني سأعفو عنك هذه المرة. ممتاز يا بطل يا شطور أحسنت. شكرا لك يا وردة. علي محمد. علي محمد علي محمد نعم سامسي. يلا حبيبي علاوي أكمل القراءة. وقال لها شو وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة الصياد وحاول أن يخرج منها ولكن لم يقدر. زار الأسد بأعلى صوته ونادى النجدة النجدة خلصوني من شبكة الصياد. سمع الفيل زار الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر، وركض الذئب نحو الأسد وحاول أن يخلصه لكن لم يقدر. سمعت الفأرة زعير الأسد فركضت نحوه ورأت فيها شبكة فقالت له لا تخف سأخلصك من هذه الشبكة. أحسنت يا علاوي. أرضت الفأرة حبال شبكة. شكرا لك يا وردة. علاوي حبيبي هذه عندنا هي اسم إشارة. اسم إشارة نستعملها للمذكر لو للمؤنث؟ هذه للمذكر. هذه للمؤنث. للمؤنث أحسنت. إذن هذه هي اسم إشارة يستعمل للمؤنث. زين نستعملها للمفرد المؤنث لو للمثنى لو للجمع؟ هذه للمفرد. ممتاز يا بطل أحسنت بارك الله بك. حمزة يلا حمزاوي. يلا حمزاوي. حمزة حمزة حبيبي تسمعنا؟ حسين وسام. حسين وسام نعم سامسي. وأخيراً وأخيراً يلا حبيبي أنا أقوم كل مرة. يلا حبيبي أكمل القراءة. تحفظ سامسي خلط قرابت. قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. نعم. فرح الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفأرة وقال لها شكرا لك شكرا لك أنت خلصتيني من الموت.
شكرا لك، انت خلصتني من الموت. هنا عندك جملة انت خلصتني من الموت، تستخرج لي حرف الجر من. احسنت، زين. ايش قلنا يجي ماذا ياتي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور. اسم مجرور، ممتاز يا بطل، احسنت، بارك الله بك. يلا برهومي. يا ما قمت وزمزم. إبراهيم، إبراهيم عامر، افتح المايك حبيبي. سانسي، لا حبايبي، هسه نترك وقت الأسئلة ورما يخلصون زملائكم إن شاء الله قراءة الدرس، وأفتح لكم المايكات تسألون براحتكم. يلا إبراهيم افتح المايك ماما. يلا عيني. فاطمة، على فاطمة طبعا إبراهيم خطية متواجد بس يمكن النت تنقطع عندك. يلا فاطمة على. نعم سنسي. يلا حبيبتي فاطمة. الفأرة الصغيرة والأسد. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف في الغابة، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وراحت تقفز وتلعب مسرورة. مرت الفأرة على الأسد وهو نائم. شاهدت فراشة واقفة على وجه الأسد. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة، وصح الأسد غضبانا وزعزع زائرا مخيفا. فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وصاح: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لا بد من قتلك. أحسنتي يا فطومة. فطومة هنا عدنا زئيرا، زئر زئيرا. الزئير هل هو صوت الفأرة أم الأسد؟ زئير صوت الفأرة. الأسد. الأسد صوت الأسد. الزئير والأسد. أحسنتي يا بطلة يا شطورة، بارك الله بيك. إبراهيم، يلا خلينا نشوف إبراهيم، تقدر تفتح المايك هسه حبيبي؟ إبراهيم. فانسيش، وقت ناخذ الموضوع الجديد ان شاء الله بالدرس القادم. يلا شدن، يلا شدوني. يعني فانسي، يلا حبيبتي اكمل القراءة. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيد الأسد. قال الأسد: لا لا، أسامحك سأقتلك. قالت الفأرة: اتركني يا سيدي فقط أفعل أنفعك في المستقبل. ضحك الأسد ثم قال: كيف تستطيع فأرة صغيرة مثلك أن تنفع أسدا قويا مثلي؟ لكني سأعفو عنك هذه المرة. أحسنتي يا بطلة، بارك الله بيك. شمس عماد، يلا شموسة. شمس. نعم. يلا حبيبتي شموسة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة الصياد وحاول أن يخرج منها ولكنه لم يقدر. زأر الأسد بأعلى صوت ونادى: النجدة، النجدة، خلصوني من هذه الشبكة، شبكة الصياد. نعم. سمع الفيل زئير الأسد فذهب إليه وحاول أن يقطع الشبكة فلم يقدر. وركض الذئب نحو الأسد وحاول أن يخلصه لكنه لم يقدر. سمعت الفأرة زئير الأسد فركضت نحوه ورأته في الشبكة فقالت له.
أحسنت يا شموسة. شموسة هنا عندنا ورأته في الشبكة، استخرجي لي حرف الجر والاسم المجرور. في. حرف جر والاسم المجرور يا هو؟ الشبكة. بيش ينجر الاسم المجرور؟ بالكسرة. ممتاز يا بطلة، بارك الله بيك يا شطورة. محمد لؤي، شكرا لك وردايتي المتميزة. محمد لؤي، محمد لؤي، تسمعني حبيبي محمد؟ علي باقر، لا علي باقر قام. إبراهيم، إبراهيم تقدر تفتح هسه المايك وتشارك ماما؟ نعم. يلا حبيبي أكمل القراءة برهومي. لا تعب سأخلصك من هذه الشبكة، قرضت الفارة حبالة شبكتي باسمنا وقطعتها. فرع الأسد وخرج من الشبكة ونظر إلى الفارة وقال لها شكرا لك، شكرا لك، أنت خلصتني من موتي. ممتاز يا بطل، بارك الله بي. عدنا الآن الكلمات الجديدة، يلا كنا ننتبه. سأل لعبو، زأر، زئيرا، سأعفو، نادى، نحوه، ورأته، سأخلصك بأسنانها، يخلصه. يلا حبايبي نطلب من فاطمة علاء تقرأ لنا الكلمات الجديدة. يلا فطومة. الفرة الصغيرة والأسد، سألعب، زأرة، زأرة، زئيرا، زأرة، زئيرا، سأعفو، نادى، نحو، ورأته، سأخلصك بأسنانها، يخلصه. أحسنتي يا فطومة. يلا درار. الكلمات الجديدة، سألعب، زئيرا، سأعفو، نادى، نحو، ورأته، سأخلصك بأسنانها، خلصه. أحسنتي يا وردة يا شطورة. عدنا الآن حبايبي الحلوين، يلا كنا نحضر دفاترنا، راح نحل التدريب الأول. عدنا التدريب الأول ساسة، أنا حلت التدريبات أفيا أفيا بالأبطال، هسه راح تشاركون هنا بالحل. أنا حلت التدريبات وحالي درس وحالي أفيا بالأبطال، هسه ماما حالي درس وحالي أفيا بالأبطال. يلا ماما أكتبت كلمات جديدة ورد درس حبايبي، دزت لكم ياها للكلمات الجديدة أني ماما. عاد اكتبها ورا الدرس، يعني أنا الدرس كاتب الكلمات الدرس. حبايبي نغلق المايكات ماما هسه، نغلق المايكات حتى البقية يقدرون يفهمون الدرس. تدريب الأول، أولاً أين كانت تعيش الفأرة الصغيرة؟ يلا خلينا نشوف منو يجاوب، ارفعوا إيديكم للي يحب يشارك بحل التدريبات. أين كانت تعيش الفأرة الصغيرة؟ يلا علي توفيق. نعم شمسة. يلا حبيبي أين كانت تعيش؟ الغابة. أنت يا علاوي في الغابة، ممتاز. يلا ماما كنا نحل للي ما حال. ثانيا، لماذا صحى الأسد غضبانه؟ لماذا صح الأسد غضبان؟ يلا منو يحلي النقطة الثانية؟ يلا أشوفكم منو يحل النقطة الثانية. فتحوا الكاميرات حبايبي حتى دا أشوفكم ماما. لماذا صح الأسد غضبانة؟ يلا ميان. نعم شمسي. يلا حبيبتي. لأن الفأرة قفزت
ففازت على وجه الأسد. ممتاز يا بطلة، لأن الفأرة قفزت على وجه الأسد. أحسنتي. ثالثا، كيف خلصت الفأرة الأسد من الشبكة؟ يلا علي جنكيز، كيف خلصت الفأرة الأسد من الشبكة؟ بأسنانها. إيش سوت للشبكة؟ صدعتها. أحسنت يا علاوي. قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. إذن الجواب قرضت الفأرة حبال الشبكة بأسنانها فقطعتها. رابعا، ماذا قال الأسد للفأرة بعد أن خلصته من الشبكة؟ يلا زهراء لؤي، يلا زوزة، ماذا قال الأسد للفأرة؟ شكرا لكِ خلصتيني من الموت. أحسنتي يا زوزاية. الجواب شكرا لكِ أنتِ خلصتني من الموت. ماذا تعلمت من هذه القصة؟ يلا من يقول لي شو تعلمنا إحنا من قصة الفأرة الصغيرة والأسد؟ من يقول لي شو تعلمنا من قصة الفأرة الصغيرة والأسد؟ يلا ميان. نعم سانسي. يلا ميونة، شو تعلمنا من القصة مالتنا اليوم من درسنا؟ تعلمنا إنه قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. ممتاز يا بطلة، أحسنتي. شكراً إليك. عندما طبعاً جوابك رائع وممتاز. عندما تسامح وتساعد الآخرين ستجد دائماً من يساعدك. عندنا أضداد الكلمات. يلا كنا عيننا على الشاشة، كنا حبايبي عيننا على الشاشة. شنو معنات أضداد الكلمات؟ إحنا أضداد الكلمات معناتها المعاكسات الكلمة وعكسها. أنا معلمت لكم إياها بالمدرسة وما أخذيها. مثلاً عندنا عكس كلمة صغير، صغير. شنو عكس كلمة صغير؟ كبير. إذن صغيرة عكسها كبيرة. عندنا كلمة قوياً، شنو عكس كلمة قوياً؟ يلا إبراهيم، ما هو عكس كلمة قوياً؟ إبراهيم شاشة أكتبها بالقراءة بالدفتر والقراءة؟ لا حبايبي، هاي فقط شرح. قوياً إبراهيم، تسمعني حبيبي؟ يلا شمس عماد، شموسة، شنو عكس كلمة قوياً؟ نعم سانسي، شنو عكس كلمة قوياً شموسة؟ قوياً؟ اي نعم، ضعيفاً. احسنتي يا شموسة، بارك الله بيك. عندنا مسرورة. شكراً إليك يا ورداية. شنو عكس كلمة مسرورة؟ شمس علي، ما هو عكس كلمة مسرورة؟ شمس علي، يلا يسار، شنو عكس كلمة مسرورة؟ حزينة. أحسنت يا بطل. خرج، ما هو عكس كلمة خرج؟ سنان. السلام عليكم شيت. وعليكم السلام حبيبي، شنو عكس كلمة خرج؟ دخل. أحسنت يا بطل، بارك الله بك. إذن عندنا الآن عفية بالبطل تدريب الثاني. يقول لنا اكتب أضداد الكلمات التي تحتها خط. نعطينا جمل هي: أولا، أنهض مبكرا. يريد عكس كلمة مبكرا. علي باقر، أنهض مبكرا، شنو عكسها؟ شو تصير لا أنهض علي باقر؟ لا أنهض، تسمعني حبيبي علي باقر؟ علي محمد، علي محمد، أنهض مبكرا. يريد عكس كلمة مبكرا. يلا حبيبي حل لنا النقطة الأولى. لا أنهض مبكرا، لا أنهض، لا عكس مبكرا شنو؟ نائما.
متأخرا، لا أنهض متأخرا. ثانيا أكون نظيفا دائما. يلا هسه نختار محمد أحمد. محمد أحمد أكون نظيفا دائما، لا أكون نظيفا دائما. عكس نظيفا شنو؟ وسخا. أحسنت يا حمودي بارك الله بك، لا أكون وسخا. ثالثا أقول الصدق. يلا شدن، لا أقول. يلا شدوني. يلا أقول الصدق، لا أقول. عكس الصدق شنو؟ أحسنتي، لا أقول الكذب. ممتاز يا بطلة. يلا حبايبي الحلوين، يلا كنا نحل. الآن راح نتحول إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث، اكتب من إلى في وفي المكان المناسب. أولا قرأت قصة الحمار فراغ الثوري. يلا علي جنكيز، ايش راح نضع بالفراغ؟ و. أحسنت يا علاوي. قرأت قصة الحمار والثور. حسين وسام. ثانيا حسين وسام، الكتاب فراغ الحقيبة. في. أحسنت يا حسوني، الكتاب في الحقيبة. في الحقيبة. أحسنت يا بطل. يلا سنان. ثالثا خرج الأسد. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام حبيبي. خرج الأسد من مكانه. من مكانه. أحسنت يا بطل. رابعا يسافر أبي إلى البصرة. محمد لؤي. محمد لؤي يسافر إلى البصرة. أحسنت يا سنان بارك الله بك. إذن قرأت قصة الحمار والثور، الكتاب في الحقيبة، خرج الأسد من مكانه، يسافر أبي إلى البصرة. تدنا الخط الآن. الخط، قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. يلا حبايبي راح أطلب منكم تقرؤوا لي إياها. يلا زهراء. يلا زوزاية. قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. أحسنتي يا وردة. رتاج. يلا رتوجة. يلا رتوجة. نعم سانس. يلا حبيبي. قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. ممتاز يا وردة. محمد أحمد. شكرا. شكرا إليك. نعم سانس. يلا حبيبي. قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. شكرا لك يا محمد. درار. يلا درار. درار. درار زياد. حسين وسام. قد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. ممتاز يا بطل. يلا شدوني. نعم سانسي. يلا حبيبتي. لقد يفعل الصغير ما لا يفعله الكبير. ممتاز يا بطلة يا شطورة. لهنا حبايبي الحلوين ينتهي درسنا لهذا اليوم. أكو أحد عنده سؤال أو استفسار أو ما فاهم شي من الدرس ماما؟ أنا سانسي. يلا حبيبي ميان قولي. سانسي الخط. نعم. أنا كتبت أقصد التدريبات التدريب الثاني. نعم. ثاني. لا التدريب الأول الحل مالتي غير الحل مالتك. بس الحل مالتك صحيح حبيبتي. ممتاز. الحل مالتك صحيح ماما. شكرا إليك ورداية. لهنا حبايبي الحلوين ينتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله يكون درس سهل وممتع بالنسبة لكم. إن شاء الله استفاديتوا منه. لهنا حبايبي ينتهي درسنا لهذا اليوم.
شكرا لكم ولاستماعكم للدرس. باي. يلا حبايبي مع السلامة. باي 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 باي. مع السلامة.